المسلسل طبعا كان صعب قوي، صعوبته في دوره، في نوعية الدور، عمري ما عملتها قبل كده ان انا اطلع لام لاطفال لرجالة كبار، جديدة عليا، في انفعالات، الدور كله صعب يعني. يحيى الفخراني الممثل الوحيد اللي انا اشتغلت معاه، اكتر واحد سينما وتلفزيون ومسرح، وصديق عزيز وبعتز بيه. مبتدأ دوت كوم.